السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض السنة الأولى إن شاء الله مراجعة عامة على مقرر شهر مارس في الجبر والهندسة للصف الأول الإعدادي. طيب الدروس أولا اللي معانا، احنا عندنا في الجبر هنلاقي درس الضرب المتكرر والقوى الصحيحة غير السالبة والقوى الصحيحة السالبة، وفي الهندسة عندنا البرهان الاستدلالي، وطبعا ده مش هنمتحن عليه لأن الامتحان جاي اختياري، وعندنا درس المضلع، وعندنا درس متوازي الأضلاع وحالاته الخاصة. هنشوف كده مع بعض أسئلة اختيارية على كل الدروس اللي احنا أخدناها. أول سؤال بيقول لي 3 أس سالب 1 زائد 4 أس سالب 1. طيب أنا لازم أحل الأول، أقول 3 أس سالب 1 اللي هي 1 على 3 زائد 4 أس سالب 1 اللي هي 1 على 4، تمام، وده اخدناه في القوى الصحيحة السالبة. بعد كده المفروض هنوحد المقامات، مثلا هنوحد على 12، هنعمل مقص، تمام، 3 في 4 ب 12، 4 في 1 ب 4، 3 في 1 ب 3، يبقى 7 على ال 12. اختار الإجابة 7 على 12. تمام، بيقول لي سالب 2 على 3 أس 0. اتفقنا مع بعض ان اي حاجة أس 0 بإيه؟ واحد، ودي ما تنسهاش. طيب بيقول لي 2 اس 3 زائد 2 اس 3، اخدناها قبل كده في الاسس الموجبة وقلنا ان احنا بنزود على الاس واحد، يعني الاجابة المفروض تبقى 2 اس 4. طيب هنقول بقى جت ازاي، قلنا هنحلها بطريقة التحليل باخراج العامل المشترك، يعني هاخد 2 اس 3 مشترك وافتح قوس 2 أس 3 على 2 أس 3 فيها الواحد زائد 2 أس 3 على 2 أس 3 فيها واحد، أنزل ال 2 أس 3 في 1 1 2، تمام. وأنا قلت عند الضرب بجمع الأسس لما يكون الأساس واحد، يعني لما يكون الأساس زي الأساس بنزل الأساس وأجمع الأسس 1 3 و 1 4، يبقى 2 أس 4. السؤال رقم 4 بيقول لي سين أس 2 الكل أس سالب 3 في سين أس 6. طيب سين أس 6 دي مفيش منها مشكلة، أنا عندي هنا سين أس 2 الكل أس سالب 3، عندي أس وفوقيه أس، دي قلت الحالة الوحيدة اللي بضرب فيها إيه الأسس، هيبقى سين أس 2 في سالب 3 في سالب 6، تمام، في هنزل السين أس 6، تمام، هلاقي الأساس زي الأساس، هننزل الأساس سين واجمع الأسس، يبقى سالب 6 موجب 6، هنلاقيها سين أس 0 تطلع معايا ايه بواحد، سين أس 0 بواحد، تمام. السؤال رقم 5 بيقول سالب 2 على 3 الكل أس 2. أنا عندي الأس هنا زوجي، فالسالب دي يعتبر مش معايا، تمام، فالناتج هيبقى 2 أس 2 على 3 أس 2، 2 أس 2 ب 4، 3 أس 2 ب 9. رقم 6، 7 أس سالب 2، أنا علشان أخلص من الأس العكسي سنة أولى كنت بعمل إيه؟ حط هنا المقام 1 وأقلب البسط مع المقام، يبقى 1 على 7 لكل أس 2، أفك بقى ده، 1 أس 2 ب 1، 7 أس 2 ب 49، يبقى الإجابة 1 على 49. رقم 7 بيقول لي إذا كان س على ص بيساوي سالب 1 على 5 فإن س على ص أس سالب 3. طيب س على ص أهي، وهنا عايز س على ص أس سالب إيه؟ 3، فأنا هشيل س على ص دي وأحط سالب 1 على 5، يبقى سالب 1 على 5 الكل أس 3، تمام، الأس فردي فالإشارة هتبقى معايا، 1 أس 3 ب 1، 5 أس 3 ب 125، يبقى سالب 1 على 125. السؤال رقم 8 بيقول مكعب طول حرفه 2 على 3 لام وحدة طول يكون حجمه. أولا لازم تبقى عارف إن حجم المكعب هو طول الحرف في نفسه في نفسه، يعني بضرب طول الحرف ده في نفسه 3 مرات، فأنا هضرب 2 على 3 لام هضربها في نفسها 3 مرات، يعني 2 على 3 لام أس 3، وفك 2 أس 3 ب 8، 3 أس 3 ب 27 لام أس 3، اوعى تنسى
ما تحطش اس 3 عن اللام. فهو هنا جايب لك كل الاختيارات اللي انت ممكن تفكر فيها. يعني لو انت مش عارف ان حجم المكعب هتضربه في نفسه 3 مرات، لو ضربت مرتين هتختار دي لام اس 2، تمام؟ فانت لازم تبقى عارف انك هتضرب 3 مرات، فهنا في اس 3 فهنختار ايه؟ 8 على 27 لام اس 3. السؤال اللي بيتكرر في اي امتحان بيقول لي 3 أس س زائد 3 أس س زائد 3 أس س هيساوي 3 أس ايه؟ المفروض ان انت بتبقى عارف خلاص ان انا بزود على الأس 1 يبقى س زائد 1. طب تعالى حلها، باخد 3 أس س عامل مشترك، تمام، واقسم 3 أس س على 3 أس س 1، 3 أس س على 3 أس س 1، 3 أس س على 3 أس س ايه؟ 1. هنزل ال 3 أس س، تمام، وهجمع 1 زائد 1 زائد 1 هيديني ايه؟ 3. فبنزل الاساس 3 واجمع الاسس س زائد 1، تمام. السؤال ده وده مهمين. ثلاث امثال العدد 3 أس 6، يعني ايه 3 امثال؟ يعني العدد ده هضربه في 3، ماشي، يبقى 3 في 3 أس 6، تمام. هنا دي اس كام؟ اس 1، يبقى انا هنزل ال 3 واجمع الاسس 7، يبقى 3 أس 7، تمام. ضعف العدد 2 أس 7، برضو ضعف، يعني انا هضرب العدد في ايه؟ في 2، يبقى 2 في 2 أس 7، هنا دي أسها 1 برضو، يبقى 2 أس ايه؟ 8، عشان هجمع الأسس. خلي بالك من ضعف وثلاث أمثال، إنما ممكن يجي يقول لي ربع العدد أو ثلث العدد، دي هنقابلها كمان شوية وهقول لك هنحلها ازاي. طيب اهي رقم 12 بيقول لي ربع العدد، ربع العدد 4 أس 15. يعني ايه ربع العدد؟ يعني العدد اللي عندي ده المفروض هجيب ربعه، يعني هقسمه على ايه؟ هقسمه على الاربعة. طب الاربعة دي قصها ايه؟ قصها 1، وانا عند القسمة بطرح الاسس، يبقى انا هنزل الاربعة واطرح الاسس، 15 ناقص 1 يبقى 14، وهختار الاجابة الصحيحة. يبقى انت كده خلي بالك من ضعف العدد وثلاث امثال العدد، ولما يجيب لي كسر. عامة لما يجيب لك ثلاث امثال او ضعف، انت خلاص لو ثلاث امثال بتضرب في 3، لو ضعف بتضرب في 2، انما ربع او تلت او حاجة انت بتقسم. فخلي بالك من التعبيرات دي. ضعف العدد 0.5 أس 2، ضعف خلاص انا اتفقت معك ان انا هضرب في 2، يبقى 2 في 0.5 أس 2، هنزل الاتنين وفك دي، 0.5 أس 2، 1 أس 2 بواحد، 2 أس 2 باربعة لو في اختصارات، او لو مش بعرف اختصر هعملها على الآلة. 2 على 2 فيها الواحد، 4 على 2 فيها الاتنين، يبقى الاجابة 0.5. نفس السؤال بيتكرر، كررته لك اكتر من مرة لان ده سؤال بيجي عادي. 4 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 4 أس 2، خلاص اتفقنا ان انا هزود على الاس 1 فهتبقى 4 أس 3، تمام. 3 س أس 2 الكل اس 2. خلي بالك ان الاس لما يبقى على القوس فبيبقى على كل حاجة على القوس، يبقى 3 دي أس 2، 3 أس 2 ب9. طب س أس 2 أس 2 هنا هضرب الاسس، يبقى س أس 4، يبقى 9 س أس 4. إذا كان 25 على 64 بيساوي 5 على 8 أس ن، فإن ن تساوي نقط. طيب تعالى كده شوف الخمسة إمتى تبقى 25؟ لما تكون أس إيه؟ لما تكون أس 2. وكذلك التمانية تبقى لما تبقى أس 2 تديني 4 وإيه؟ 64. يعني المفروض إن القوس ده كله يبقى أس 2 علشان لما فكه يديني 25 على 64، فن هتساوي إيه؟ ن هتساوي 2. طيب رقم 17 دي كويسة، بيقول لي 5 س الكل أس 0. خلي بالك ان الأس هنا على القوس. النقط 5 س أس 0، هنا الصفر على السين بس مش على الخمسة، فعايزك تختار اكبر من او اقل من او يساوي. طيب هنا لما كان الصفر على القوس كله، فالقوس كله هنا قيمته 1، لان هنا اي حاجة أس 0 بواحد، انما هنا الخمسة دي معلهاش أس، فبنزلها في س أس 0 بواحد،
يعني 5 في 1 ب 5 فالواحد اكيد اقل من الخمسة. تمام. اذا كان الف تساوي 3 اس ص وباء تساوي 3 اس سالب ص فان الف في باء هضرب عادي، ادي كنت الالف 3 اس ص وادي كنت الباء 3 اس سالب ص، فانا هضرب 3 اس ص في 3 اس سالب ص. الاساس زي الاساس، بنزل الاساس واجمع الاسس يبقى ص زائد سالب ص. تمام. يبقى هنزل الثلاثة برضو موجب في سالب بسالب يبقى ص ناقص ص يبقى 3 اس 0 بواحد. طيب بيقول لي اذا كان الف اس سالب واحد تساوي 3 على 2 فان الف، خلي بالك قلت لك وانا بشرح القوه الصحيحه السالبه ان الف هي معكوس ضرب الف اس سالب ايه واحد، فلما يديني الف اس سالب واحد وعايز الف فانا بجيب المعكوس الضرب لده اللي هو 2 على 3. تمام. والعكس لو عطي لك الف وعايز الف اس سالب واحد انا بجيب برضو المعكوس ايه الضربي. هنا عايز المعكوس الضربي للعدد 5 اس سالب واحد، لازم اظبط العدد ده سنة اولى ومخليش فيه اس سالب. طيب اظبطه ازاي؟ انا عندي واحد على 5 اس سالب واحد، الاس هنا الاس السالب عالقوس عشان اخلص منه يبقى 5 على واحد. تمام. اللي هي بخمسة، يبقى العدد في الاساس هو 5، علشان اجيب له معكوس ضربي يبقى معكوس الضربي هو واحد على ايه؟ على 5. يبقى ظبط بعد اذنك العدد الاول وبعدين شوف هو عايز معكوس ضربي او جمعي وهاته. المعكوس الضربي للعدد 2 على 3 اس سالب واحد، عشان اخلص من ايه؟ من الاس السالب عشان اظبط له العدد، فانا هبدل البسط مع المقام يبقى 3 على 2 اس واحد. تمام. طيب اجيب لها بقى المعكوس الضربي يبقى 2 على 3. 2 على 3 س اس 3 في س اس سالب 3، هنزل السين واجمع الاسس 3 زائد سالب 3 يبقى س اس 3 ناقص 3 يبقى س اس 0 يساوي 1.